السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي أبو نوري هون. عجبك أبو أحمد؟ طلع صاحبك أبو نوري بايع دكانته مشان يعطي حقها للمعلم عمر. يا سيدي إذا هالكلام مظبوط بيكون تصرف ناس كرام ولاد أصول. إيه نعم مظبوط. بكرة رح أسلم الدكان وأستلم المصاري إن شاء الله. يا سيدي الله يبارك فيك ويعوض عليك. هالوقفة هاي بتنكتب لك بحروف من ذهب. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمني وين المعلم عمر يا رمضان؟ ليش ما اجى معك؟ شغلته قالوا لي انه المعلم عمر راح معرض افندي مشان يورجيه الاملاك اللي بده يبيعوا اياها، وبس يرجع بده يبعثوا له هوني. طيب صب لنا قهوه يا رمضان. امرك معلم. اللهم قلت وقولك الحق، من يعمل سوءا يجزى به. طلع الولد قليل بايقه. يخرب بيته، لك حدا بيعمل هيك عمله مع ابن عمه؟ ابن عمه يا جماعه، ابن عمه المعلم عمر يلي بيزين مدن وممالك بالمرجله والجدعنه، بتكون ياني ما بيع دكانتي من شانه؟ مستعد بيع دكانتي وبيتي واخسر كل شيء مشان المعلم عمر. والاخوان كمان ما قصروا يا ابو نوري، ما قصروا منوب، كل واحد عمل يلي عليه. فصل المخرز ما بيروح عن بالي يا جماعه. المصاري بتروح وبتجي يا سيدنا، بس رحمه الاولياء والصالحين لحتى ما خلي مخلوق إن يخلق من الحارة يرمي عليه السلام لهالنصاب المحتال، وخليه عبرة لمن يعتبر، ولا حدا ياخد منه ولا حدا يعطيه ولا حدا يشاكله بتاتا. بدي أحرمه يمرق من الحارة. يا ساتر يلا يا رب. هذا البيت ما بيجوز ينبع ابدا ابدا. الحمد لله كل اهالي الحاره بصروا، وهالشي بدل على محبتهم لك. والجميع ايدوا عريضه ابعاد ابن عمك المخرز عن الحاره. وقسما عظما لو ما كان المخرز ابن عمك لكنت ساويت فيه شي ما بينساه طول عمره بزمان. لكن اللي كاسر ايدنا ورجلنا انه قرايبك. شو الفائده اللي راح راح؟ وهذا الشيء رح يكون ساري المفعول اعتبارا من بكره، ولحتى ما يصير بالشغله شط ومط واخذ وعطا رح يتم البلاغ عن طريق الضابطيه. وعم بيقولوا انه مو بايام من املاك ابن عمك عمر غير هالزريبه يلي عايش فيها، حتى طرش الغنم بايعه. حتى عمتي ام صادق بايع البيت اللي هي ساكنة فيه ومقدمة حقه لابن عمي عمر، واحتمال كبير يبيع البيت اللي هو ساكن فيه كمان. وما ضل حدا بالحارة من كبيرها لصغيرها إلا ما راح لعند ابن عمي عمر وقدم له المساعدة إلا نحنا. حتى جدي أبو نوري بايع دكانته بما فيها من زيت وسمنة ومقدم حقه للمعلم عمر. الله يثبت علينا العقل والدين يا حق. وكل الخلق بالحارة عم يقولوا إنك أنت ورا كل مصايب ابن عمي يا بي. أنا؟ ايه قصدي هيك عم يقولوا الخلق بالحارة. كذب وافتراء، ابوك اشرف من كل يلي عم يحكوا عنه. من بعد اذنك ستي، كلامك هذا كله مو مزبوط منوب. ادب وعرف كيف تحكي مع ستك احسن ما اشلع لك جوزة حلقة. يا بنت شفتوا بعيونكم يوم اللي تعرضت للقتل شلون كانت لهفة ابن عمي عمر علي، وبدكم تقنعوني انه ابن عمي عمر قاتل لهالدرجة؟ وكل اهالي الحارة من كبيرها لصغيرها بيفتوا بارواحهم واموالهم واولادهم، شلون بدك يعني صدق هالحكي يا ابي؟ شلون؟ ولك انت ما بتعرف قديش عمر بيكرهني وبيضمر لي الشر. ابن عمي عمر بعمره ما ضمر الشر لحدا، حتى هو بهي الظروف اللي بايع فيها كل شيء بيملكه وكنت انت السبب بهالشيء يا ابي. ما جاب لي سيرتك بكلمه واحده عاطله تهينك او تاذيك. ولك حتى كنت ما بساله انه هو ابي سبب بنيتك يا معلم عمر بيقول لي نصيبي نصيبي، والله رايد هيك يا عبد الحي. وعم تقولوا عنه انه ما بينفع يا ستي؟ هذا الكلام ما عاد يمشي علي منوب يا ابي، ما عاد يمشي علي منوب منوب، لاني بعرف كل شيء ومستحي من حالي. اسمع لك عبد الحي، Thank you.
بس ساوي سعيد بده اياك لامر ضروري. بحذرك تتحدى قرار الاعضوات والاهالي بالحاره يا مخرز، لانه من ضمن الفرمان في بند بيقول بحال تحديت راي الاعضوات واهالي الحاره ورجعت تردد على الحاره، مضطرين احنا الكراكون نستبعدك بالقوه، وممكن هالشي يؤدي لمحاكمتك وحبسك. عبدو، الله يرضى عليك، بتدير بالك على ستك وبتاخذ رضاها، وكل كام يوم بتطلعها لعندي على ارض كيوان. امرك يا ابي. اودعناكو. عم تحكي لك مهدي؟ مثل ما عمل لك أبطال. منين سمعت الخبرية؟ بسوق الخضرة كانوا جماعة عم يقولوا إنه خالد أخونا المعلم عمار مفقود بالحرب والعياذ بالله. شي 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 أنا والله مو خبرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا والله تمنيت الموت لعيوني. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. السلام عليكم. صدق الله العظيم. الفاتحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا عزيز أفندي، ابن عمي هلا عم يقوم يواجبه.
وما رح ارضاه انه يمنع من الفوت على الحاره ليقوم بعذاب عمه لو كان في فرمان بهالشيء. عظم الله وجهكم. شكرا الله صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم.